يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا جربت في الدنيا وشفت لصاحي بس واهم اللي في الظروف انتهازي يا جهلته يا خلط الخبث فالطيب واليا فهمته قال صدرك حجازي القلب شاب وما بعد جني الشاب من كثر ما صكت علي راس شيخ إلا نصت هالمواجب مثل البعير اللي أطواها النحازي كم من فقير فاضي اليد والجيب يفز فزت مبعدين المغازي صفحة سريني لقيت التعاجب ما جسر أن الوقت ما كافح في سطوة النمر والذئب بالعزم والعزوة وزود احترازي من نفق أهله وما وراها عواقب ما شاع نبض الخوف بين الجوازي من حدته على طرماح المعاطيب تهون في عين الشظايا القزازي شفت حر من السموم اللواهب إلا الخيانة من قريب النوازي لو طعنتك تهتز منها المحادب مبان في عيون الرجال اهتزازي أثبت مع أهله شفت ما فيه تجريب وانحاز له شفت الفخر في انحيازي قبل عصومة دي النبي الله شعيب اللي أنا صاح جاله من القوم غازي والله ما عدلت عوج المشاعب القامع كبار البخوت اعتزازي اللي مجالس ومتزيدك مكاسب عما كتبها الترمذي كاشفين العذاريب لو زيلوها من حديث الطرازي ديرت وبات احتار فيها لطبيب ما فاد فيها طب ابو بكر رازي بس ما ترداها في وجه المعازيب صديت له فيها رجال عزازي صحبه لغير الله من فوت غريب لو وجهها طهر من تراب النفازي